طلابنا الأعزاء، طلبة الثانوية العامة، أهلا وسهلا بكم من منصة البث المباشر بوزارة التربية والتعليم. نرحب بحضراتكم. مادة الجغرافيا السياسية للصف الثالث الثانوي، الدرس الرابع، النظام السياسي والانتخاب بالدولة، الحلقة الثانية، مع حضراتكم الأستاذ الفاضل أيمن رضا عواد، كبير معلمي الجغرافيا بمحافظة القليوبية، عزيز ويس عوض، كبير معلمي الجغرافيا بمحافظة دمياط. نذكر بعضنا البعض، دروسنا اللي بنذاكرها يا أولاد، أسئلتها، وخطوات وتنظيم الأسئلة، الورقة اللي قدام حضرتك دي، الشريحة دي هي كتاب المدرسة اللي بيتضمن أهداف الدرس. إذن الطالب بعد انتهاء هذا الدرس الرابع والأخير من الوحدة الأولى قادر على أن يتفهم جيدا معنى النظام السياسي، معنى النظام الانتخابي، جغرافية الانتخابات، وده شغلنا النهاردة إن شاء الله، وظائف النظام السياسي، أن يصنف الطالب أنظمة الحكم في البلدان الديمقراطية. ولازم نخلي بالنا ما بين تصنيف الدول على أساس النظام السياسي والإداري وتصنيف الدول على أساس نظام الحكم. الديمقراطية هي أعظم علاقة بين الشعوب كنظام يحقق رغبة الشعوب والتوافق بين الشعوب وبعضها البعض ودورها الرئيسي في حياة الأمم. هذا الدرس له مجموعة من القضايا ترتبط بقضايا حقوق الإنسان وحقوق المرأة. يدعم هذا الدرس أيضا يا أولاد الوعي السياسي من خلال المفاهيم الخاصة بالنظام السياسي، النظام الانتخابي، وأن يفرق الطالب بين القوة والنفوذ وبين الديمقراطية وسيادة القانون والدستور. انتهينا في الحلقة الماضية من معرفة النظام السياسي ومفهومه سواء في صورته الاجتماعية أو في صورته المؤسسية التنظيمية. اتكلمنا أولاد على مبدأ الفصل بين السلطات، وصنفنا دول العالم على أساس نظام الحكم من حيث الشكل، النظام الملكي والنظام الجمهوري، من حيث تنظيم العلاقة بين السلطات الثلاث، النظام الرئاسي، النظام البرلماني، النظام شبه الرئاسي. أكدنا على معلومة هامة جدا، وهي أنه لا توجد بدقة، لا يوجد نظام مثالي للحكم في العالم. ليه يا فندم؟ لأن المجتمعات تختلف حضاريا وجغرافيا وثقافيا. إذن كل مجتمع له تجربته الخاصة. تمام، اشتغلنا أولاد في أنظمة الحكم، تكلمنا على النظام الرئاسي، أن الرئيس هو رأس الدولة يسود ويحكم، السلطة التنفيذية مستقلة عن التشريعية، السلطة التشريعية مسؤولة عن التشريع في الدولة. كلمنا على السلطة القضائية مستقلة عن باقي السلطات. وكان النظام عندنا هنا المثال والنموذج الأمثل هي الولايات المتحدة الأمريكية، النظام البرلماني وسماته، وجود برلمان هو مصدر السلطة والتشريع وهو منتخب من الشعب، وجود رئيس أو ملك يسود يا أولاد ولا يحكم، رئيس الوزراء يتولى مسؤولية الحكم وينتخب من الشعب. وطبعا النظام هنا شباب هو المملكة المتحدة. حضرنا هنا مجموعة من الأسئلة أولاد إن احنا نشتغل فيها مع بعض، لأن النهاردة إن شاء الله المتبقى جزء جميل جدا وهو النظام الانتخابي في الحلقة الثانية والأخيرة من الدرس الرابع للوحدة الأولى الجغرافيا السياسية
في منصة البث المباشر. يا ريت أولاد تكتبوا معايا الأسئلة، أختر الإجابة طبعاً. تنفرد السلطة التنفيذية باختصاصاتها في النظام. تنفرد السلطة التنفيذية باختصاصاتها في النظام: الرئاسي، الملكي، شبه الرئاسي، البرلماني. تنفرد السلطة التنفيذية باختصاصاتها في ظل النظام. حضرتك لو خدت بالك من الدقة يبقى النظام الرئاسي. 2، يقوم برلمان دولة ما، ركز في كل كلمة، يقوم برلمان دولة ما بانتخاب رئيس الحكومة، بانتخاب رئيس الحكومة، والذي بدوره يشكل مجلس الوزراء. تمام. تاني يا ولاد. عفوا. يقوم برلمان دولة ما بانتخاب رئيس الحكومة الذي بدوره يشكل مجلس الوزراء. المشهد ده أي من الدول يتبع؟ ذات النظام الرئاسي أم البرلماني أم شبه الرئاسي أم الملكي؟ أيوة، اللي هيشكل مجلس الوزراء يبقى على طول النظام شبه الرئاسي. تمام؟ هناخد سؤال في الجانب الوجداني عشان نحقق أهداف الدرس. للديمقراطية أهمية في حياة الأمم والشعوب، وعن طريقها يتم. تاني يا ولاد. للديمقراطية أهمية في حياة الأمم والشعوب، وعن طريقها يتم تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة. شايف اللفظ؟ تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة. 2، استخدام القوة لضبط وتوجيه الأفراد. 3، تمركز السلطات في هيئة واحدة. 4، أكرر، تحقيق أكبر قدر من المصالح الخاصة، استخدام السلطة والقوة لضبط وتوجيه الأفراد. 3، تمركز السلطات في هيئة واحدة. الإجابة الأخيرة، الفصل بين السلطات. لما أجي أفند السؤال أعمل دايرة على الديمقراطية، حكم الشعب بالشعب، بتنادي بجوانب إيجابية من الدرجة الأولى. لما أدقق النظر واختار كل جملة وحلل كل سطر مدون، تحقيق أكبر قدر من المصالح لو كتب العامة أخدها، لكن هنا بقال لي المصالح الخاصة يبقى مستبعدة يا أولاد. تمركز السلطات في هيئة واحدة مستبعدة تماما، لأن الديمقراطية تؤمن بالفصل الكامل بين السلطات، وهي دي الإجابة المدونة عند حضرتك. لأنه درس صغير جدا لكن فيه أسئلة جميلة لحضرتك. تفضل كمل يا مستر عزيز. السؤال الرابع يا أولاد، يتشابه النظام الرئاسي والنظام البرلماني كأحد الأنظمة الديمقراطية التي تسود في العالم؟ الاختيارات: سلطة رئيس الدولة. 2، سلطات رئيس الوزراء. 3، مصدر للتشريع. 4، عدم الفصل بين السلطات. أكرر، يتشابه النظام الرئاسي والبرلماني في الآتي: سلطة رئيس الدولة، سلطات رئيس الوزراء، مصدر للتشريع، عدم الفصل بين السلطات. أحبائي الطلبة بقى، خلي بالكوا جدا، إيه وجه الشبه بين النظامين؟ أولا لازم أفهم كويس جدا
إن الأنظمة الثلاثة هي أشكال مختلفة من الديمقراطية. إذن الثلاثة بيقولوا بالفصل بين السلطات ومبدأ تداول السلطة. يبقى هنا هتكون الإجابة إيه؟ مصدر للتشريع. ركز كويس جدا جدا جدا. أعتقد غطينا الجزء اللي فات بمجموعة بسيطة جميلة من الأسئلة، أتمنى تحوز إعجاب حضراتكم. النهاردة بنتكلم في درس جميل جدا وهو الإجراء الانتخابي. احنا بنعتبر يا أولادي الانتخابات تعتبر شكل من أشكال تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع. قولها تاني مثلا عزيز، شكل من أشكال تطبيق الديمقراطية على أرض الواقع، سلوك منذ الصغر كلنا مارسناه. فين يا مستر عزيز وحضرتك بتقول منذ الصغر؟ واحنا عارفين ان الناس اللي بتروح الانتخابات في سن محدد. ايوه ايوه، منذ الصغر واحنا بنمارس الديمقراطية والإجراء الانتخابي في المدرسة. يا فندم حضرتك لما بتدخل المدرسة بعد مدة قصيرة من بداية السنة الدراسية، يدخل سيد مسؤول التربية الاجتماعية ويعلن عن إجراء الانتخابات في الفصل. إذن اللي بيحدث في الفصل وانت صغير كده هو نموذج مصغر لحياتك وانت كبير. إجراء انتخابي تعبيرا عن الديمقراطية التي تتعارض تماما مع الديكتاتورية. نحن دولة ديمقراطية تؤمن بالفصل الكامل بين السلطات، وبالتالي عند إجراء أي منصب فنقوم بالإجراء الانتخابي. وبناء عليه أولاد اوعى تنسوا الجملة دي أبدا، الانتخابات هي أداة للاختيار، وبمقتضاها يتم الاختيار على أساس المساواة بين كل المواطنين. طبعا إذا ما فيش فوارق تماما، إما بسبب الأصل أو المنشأ لمجتمع الناخبين، كلنا واحد في دولة واحدة. من حق أي فرد أن يتقدم للترشيح الانتخابي في ضوء اللوائح والقوانين. يبقى هنا أنا عايز أقول لنفسي كده، ما المقصود بالنظام الانتخابي يا أستاذ عزيز؟ لكن أكرر وأدقق الكلمات جدا، الانتخابات أداة للاختيار، جملة لها معنى في شكل سؤال. أكرر، الانتخابات أداة للاختيار، وبمقتضاها يتم الاختيار على أساس المساواة بين جميع مواطني الدولة. وبناء عليه يا أولاد لا تضع فوارق بسبب الأصل أو المنشأ لمجتمع الناخبين. يبقى أقدر أستنتج الآتي، أن الانتخابات أداة للاختيار، وبالتالي ترتبط ارتباطا وثيقا، الجمل دي مهمة جدا جدا جدا، نواتج المشهد. أكرر، الانتخابات أداة للاختيار، أنا بختار النائب بتاعي، أنا بختار رئيس الفصل بتاعي، إذا لست مجبرا على شيء، هي دي الديمقراطية. إذا السلوك الملموس لكلمة الديمقراطية هو الإجراء الانتخابي. طيب إذا الانتخابات أداة للاختيار من خلال مبدأ التداول السلمي من السلطة، وبالتالي ينتج عن الأمر تحقيق الديمقراطية. طب ليه حضرتك قلت كده؟ طبعا لأنها زي ما اتفقنا ولا تقوم على أساس إيه؟ المساواة. تمام. طيب ممكن نعمل تعريف دقيق من منظور الجغرافيا السياسية للنظام الانتخابي؟ أيوة، مجموعة من القواعد والتشريعات. أكرر، مجموعة من القواعد والتشريعات والقوانين التي تنظم انتخاب ممثلي الشعب. خلي بالكوا أولادي، دي قواعد
حط دايرة على الكلمة. إذن هناك إجراءات تتم وفق تنظيم، وفق أساليب، وفق ترتيب، مش ماشية عشوائية. إزاي يا مستر عزيز؟ إني بقسم الدولة على أساس دوائر انتخابية. وهنا نتذكر واحدة من أدوات التقنيات اللي درسناها في الدرس التمهيدي. تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية يتطلب الأمر الاستشعار من بعض، تطور وسائل الاتصال، نظم المعلومات، النظام العالمي. لا يا مستر عزيز، نظم المعلومات الجغرافية، يكون عندي داتا فيها عدد السكان ودائما متغيرة، وبالتالي لابد من تجديدها وتطويرها علشان أعمل تساوي كامل للدوائر الانتخابية. ده قمة العدالة والديمقراطية في المجتمع. يبقى الخطوة الأولى بقسم الوطن إلى دوائر انتخابية. الخطوة الثانية الترشح للانتخابات، إن كل مرشح بعد الإجراءات القانونية خلاص ويتعلن تماما في الصفحات الرسمية للجرائد القومية وجميع ساكن الدولة فلان فلان فلان، ثم بعد ذلك تجرى يا أولاد تجرى الانتخابات ومحددة بوقت، وكلنا شفناها في الانتخابات الأخيرة في الدولة، وسائل الإعلام المرئية غير كل العالم كله بينقل الإجراء الانتخابي في أي دولة. تيجي الخطوة الثالثة وقبل الأخيرة، بعد انتهاء الوقت القانوني والمدة القانونية للإجراء يتم نقل صناديق الاقتراع إلى مكان محدد معلن ومعروف ليتم فرز الأصوات. بعد إجراء فرز الأصوات يعلن الفائز. يبقى أمر النظام الانتخابي عبارة عن إيه؟ قواعد. قواعد تبدأ الأولى بعمليات التقسيم. خلي بال حضرتك، تقسيم الدوائر الانتخابية أخرج بناتج رائع، أقول يرتبط نجاحه باستخدام نظم المعلومات الجغرافية. طيب اتنين، تقسيم الدوائر الانتخابية يتطلب مننا إيه؟ لجنة الانتخابات تشكل وتقوم بأدوار رائعة جدا وقت الإجراء الانتخابي، إنها بتستخدم مشهدين، داتة المعلومات السكانية عشان الدوائر الانتخابية، وهنا تظهر المعلومة اللي درسناها في المقاومات البشرية وهي القوة التنظيمية للدولة، التنظيم الإداري، لأن أعرف الدائرة دي مين نائب عنها، من المرشح فيها، عدد الأفراد، خطوات كتير جدا بتجرى. طيب مين المسؤول عن عمليات التنظيم؟ طبعا الدولة، الحكومة هي المسؤولة عن الأمر. طب عاوز أربط حاجة جميلة تعجبكم قوي، تقسيم الدوائر الانتخابية في الدولة ولما أربطه بالأنظمة اللي درستها حسب النظام السياسي والإداري، هو مسؤولية السلطة المركزية في النظام المركزي، أيضا مسؤولية السلطة المركزية في النظام الفيدرالي. اتفقنا يا ولادي؟ تمام. طيب عايز أقول النهاردة في ارتباط واضح جدا ما بين الجغرافيا السياسية وما بين الإجراء الانتخابي. مرة تانية يا أولاد، المعلومة ثابتة قدام حضرتك، الانتخابات أداة للاختيار، عنوان من عناوين الديمقراطية يا جماعة، عنوان من عناوين الديمقراطية يا شباب. طيب عملية الانتخابات لها جوانب كثيرة جدا تتناولها الجغرافيا السياسية، وزي ما احنا متفقين تقسيم الدولة إلى دوائر انتخابية وعدد الدوائر وحدودها مواقعها مساحتها وشكلها، وده هيوديني زي ما قلت لحضرتك إلى
مدى قوة الدولة التنظيمية وإجراءاتها، ومدى المسؤولية الملقاة على هذا العمل. 2، عدد السكان وخصائصهم، وده هنا نستفيد من نظم المعلومات الجغرافية في داتة وبيانات العملية الديموغرافية وعدد السكان. استخدامات الأرض في داخلها والتغييرات التي تطرأ. ليه قلت كده؟ لأن ممكن تحصل عملية هجرات، سفر مواطنين، عودة مواطنين، الأمر يتعلق إن العدد قد يتغير بالزيادة أو بالنقصان. التباين المكاني أو الجغرافي في التصويت جاي إيه؟ هقول إيه؟ ليه المنطقة ألف التصويت فيها يبدأ مبكر جدا، والمنطقة باء التصويت فيها يبدأ في وقت متأخر؟ إذا واضح إن هنا في عوامل جغرافية واقتصادية أثرت. يعني لو في مدينة صناعية مرتبطة بشفت العمال اللي بيخرجوا من مصانعهم، هتلاقي بعد فترة الدوام بتاعتهم تتكدس مناطق الاقتراع. طب لو في أماكن أخرى مش مرتبطين بأعمال أو أوقات، يبدأ الاقتراع منذ الصباح الباكر. الجزء ده مهم قوي، وفي ترتيباته اللي هيقودني ان نتيجة ارتباط الجغرافيا السياسية بالإجراء الانتخابي، ظهر من الجغرافيا السياسية فرع جديد يسمى جغرافية الانتخابات، اللي ظهر على يد أندريي سيكفريد. وأذكر أولادنا أحبائنا في منصة البث المباشر بالشخصيات منذ بداية العمل: أرسطو، ابن خلدون، فريدريك راتزل، رادليف كيلن، أندريي سيكفريد. أرسطو الضوء الأول لظهور الجغرافيا السياسية، ابن خلدون أول المفكرين العرب المسلمين الأوائل الذين تحدثوا في الجغرافيا السياسية، فريدريك راتزل الذي وضع الأسس الأساسية لهذا العلم. تأسست وظهرت الجغرافيا السياسية كعلم له أصول وقواعد على يد فريدريك راتزل، ثم رادليف كيلن أفكار الجيوبوليتيك، أندريي سيكفريد جغرافية الانتخابات. حضرتك بتدقيق تكون فاهم إيه اللي بيحصل معاك. طيب أستاذ عزيز، إذا جغرافية الانتخابات بتدرس إيه يا فندم؟ رتبها لي بقى في ضوء ما وضعه أندريي سيكفريد، لأن البعض بيختلط إن المعلومة مكررة. لا، هي مش مكررة. هو هنا بيقول لي نتيجة بقى ظهورها كعلم بدأ ياخد خطوات. خطواته كالآتي: 5 خطوات أساسية. الأولى بترتيب منطقي لا يسبق بعضه البعض، توزيع الدوائر الانتخابية، دراسة التباين المكاني في التصويت والاختلافات. إذن هنا هتطلع بناتج مهم جدا، إن القاسم المشترك بين الجغرافيا السياسية والانتخابات هو الجانب الجغرافي نتيجة الترابط بينهم. تمام. وظهرت جغرافيا الانتخابات. تحليل الآثار البيئية والبشرية والظروف الاقتصادية، كل مكان له ظروفه. أعتقد زميلنا الفاضل أستاذ أيمن في حضوره الآن، وأهلا وسهلا بك يا مستر أيمن، ورحب بك مجددا. أهلا وسهلا مستر عزيز، منور الدنيا، ويعني مستمتع بحضرتك. يعني بسم الله ما شاء الله، أنا قاعد كده يعني سامع كده. أنا لو مكان الطالب مش محتاج أي حاجة خالص خالص من جمال العرض اللي حضرتك عرضته، يعني سواء كانت مراجعة الحصة السابقة أو حتى موضوعنا الحالي. ومعاك على الشات بنتك منى عمر بتقول لك: يا مستر لو سمحت أنا بسأل سؤال، الطريقة الصحيحة للمذاكرة حفظ ولا فهم، ولا نفهم ونحفظ، ولا إيه؟ ضروري يا مستر رد عليا يعني السؤال. تمام؟ شوف يا مستر أيمن،
اتفضل مستر عزيز. الآنسة الفاضلة، حضرتك في ثالثة ثانوي يعني اكتسبت تجربة سنتين سابقتين إن الامتحان أوبن بوك، يعني أنا معايا المادة العلمية سواء كانت بأي شكل كانت، سواء كانت في كتاب أنا طبعه من مناهج الوزارة، أو على شكل أيقونة بي دي إف على التاب، بأي شكل تمام من الأشكال أنا هفتح المادة العلمية، يبقى ليه أحفظها؟ ما هي صحيح موجودة صحيح قدامي. هذا أول خطوة. الخطوة الثانية، يعني حضرتك لو بتسمعيني من بداية البث كل سطرين ثلاثة بقولهم إحنا بنفهم جايين منين ونقول الناتج بتاعهم إيه. تمام يعني أنا هقرأ بفهم عميق الكلمات وأسمع وأنصت لمدرسي اللي بيطلع نواتج. النواتج دي هي الأساس وهي كلمة السر في إجابات الأسئلة. يبقى تمام طمني قلبك وما تحفظيش ولا سطر. أنا تمام متأكد من كلامي. أيوه يا فندم، لأن كل المادة العلمية مكتوبة مدونة. إحنا ما إحناش في آليات الحفظ والتسميع القائم على التذكر واستظهار المعلومة، لا خلاص. انتهى الموضوع ده من زمان يعني. اتفضل يا مستر أيمن، أهلا بيك. طبعا إحنا أنا كنت مع أولادي في تتبع شخصيات، وأندرياس سيكفريد الذي قام بعمل علم يسمى جغرافية انتخابات. أندرياس سيكفريد أولاد من فرنسا. فرنسا دي حكاية تمام جميلة، وكل مرة هنتكلم عنها ونضيف ليها معلومات. اتفضل تمام يا يا مستر مستر. عزيز. أنا دلوقتي بفكركم باللي قاله مستر عزيز امبارح. أنا كده النهارده بنشطب الوحدة الأولى وبننتهي من الوحدة الأولى، فبقول لأولادنا يعني شوفي أنا هاخد كلمة فرنسا. لو كتبت كلمة جبت ورقة فاضية خالص زي ما مستر عزيز عودنا وكتبت فيها من فوق فرنسا، امشي من اول المنهج لحد او من اول الفصل الاول من اول الدرس التمهيدي لحد ما اوصل للدرس اللي هو النظام السياسي والانتخابي واشوف كل معلومه ظهرت عن فرنسا واجمعها. اعمل لنفسك ده، اعمل لنفسك فايل بايدك انت، مش هتحتاج اي حاجه. يعني هنقول كل مشهد ظهرت فيه فرنسا نكتبه، كل مشهد ظهرت فيه الولايات المتحده الامريكيه نكتبه، كل مشهد ظهرت فيه مصر نكتبه. وطبعا ده مستر عايز عودنا على ديت او الجزئيه ديت، لان لو حضرتك عملناها فبالتالي ده هيكون فعلا هو ده الاساس يعني. طيب تعالى بقى كده مع بعضنا، زي ما مستر عايز وضح لنا وقال ان انا عندي عالم انسي في مجاله، عاوزين نقول ايه جمله لطيفه كده مستر عزيز، شاور لي على كلمه الجغرافيا السياسيه. طيب شاور لي، خلي لي لون تاني للعمليه الانتخابيه. لون تاني للعمليه الانتخابيه. طيب ايه رايك بقى بلون ثالث وشيل لي كلمه السياسيه والعمليه، لون ثالث كده او اعمل دايره عليهم مفيش مشكله خالص. تمام هنشيل كلمه السياسيه والعمليه. لاحظ معايا بقى ايه اللي حصل، ارتباط الجغرافيا السياسيه بالعمليه الانتخابيه ادى الى ظهور جغرافيه الانتخابات. جميل، شوفوا بقى حضراتكم كده انا عندي كلمه الجغرافيا السياسيه تمام والعمليه الانتخابيه، بيقول لك نتيجه ارتباط الجغرافيا السياسيه مع العمليه الانتخابيه ظهر فرع جديد اسمه جغرافيه الانتخابات، واللي نشا على يد اندريا سيجفرد زي ما قال لنا مستر عزيز سيجفرد اللي هو الراجل الفرنسي. في جغرافيه الانتخابات احنا شفنا الخمس مراحل اللي بتمر بيهم العمليه الانتخابيه. طيب في فرق ما بينهم وبين الكلام ده؟ هنلاحظ الفروقات دلوقتي، هنلاحظ الفرق بين ازاي ان انت تقول لي مراحل اجراء عمليه الانتخاب تمام واللي هي الابعاد الجغرافيه للعمليه الانتخابيه. واحد زي ما قال مستر عزيز توزيع الدوائر الانتخابيه، وهنا بنعتمد على الجغرافيا اللي هي بنقول عليها ايه؟ يعني ممكن نقول الاداريه للمنطقه، ممكن التقسيم الاداري للمنطقه، نستخدم هنا توزيع الدوائر الانتخابيه. اثنين دراسه التباين المكاني في التصويت، مستر عايز قال لنا من شويه ايه؟ بيبقى عندنا قاعده بيانات عن السكان واعدادها وانشطتها ونبدا نشوف التباين المكاني ونشوف السلوك الانتخابي للناخبين، برضو دراسه السلوك الانتخابي للناخبين، بمعنى ان انا النهارده اشوف الناس دي ايه اللي هي محتاجاه؟ ايه اللي هيأثر فيها في العمليه الانتخابيه؟ انت دايما بنقول ايه؟ دائما وابدا دراسه التباين تمام المكاني في التصويت، السلوك الانتخابي للناخبين، ودي مهمه جدا 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 طبعا، لان شوفين اولاد بعد الاجراء الانتخابي اعداد كبيره ومؤسسات متعدده
بتدرس وتحلل علشان تشوف نقاط القوة والضعف وتتلافى المشكلات التي نتجت. ودي سمة من سمات الدول الديمقراطية الناجحة. عندنا في مصر دايما دايما بنشتغل بهذا المبدأ تماما، تحليل الآثار البيئية الطبيعية والبشرية والظروف على سلوك الفرد اللي راح ينتخب. ده في واحد عنده حماسة قلبية جدا وشخص ما عندوش حماسة، في واحد مهتم جدا وشخص يقول أنا مش رايح. طب عايزين نعرف ليه، إيه الأسباب، ونقف على الأسباب ونبدأ نقدم حلول ليها، وبكده يكتمل العرس الديمقراطي ويتمم الإجراء الانتخابي. دراسة أثر الانتخابات في تغيير الظروف البشرية في المنطقة شيء طبيعي. إن النهاردة إجراء ديمقراطي زي ده بيغير من سلوك كثيرين جدا جدا لديهم اتجاه معاكس أو مضاد للعمل الانتخابي. هنا في صورة جميلة حطيناها لحضراتكم أهي، تعبر عن أحد مراحل العملية الانتخابية. فاكرين لما قلنا يا أولاد إيه؟ فرز الأصوات. إيه دي المرحلة؟ واضحة الصورة قوي من إشارة السؤال. تعالوا كده نعرض لحضراتكم مجموعة من الأسئلة. اتفضل يا مستر، الصوت عندك يا مستر أيمن واضح؟ تمام يا مستر، سامع حضرتك كويس. طيب بعد اذنك يا مستر عزيز، مش عاوز معلش بعد اذنك نحل النهارده، احنا عاوزين الولاد بعد اذن حضرتك نقرا الاسئله معاهم باتقان باتقان وجوده، وهم على الشات هيدولوا لنا. انا عايز رحله تفاعل اكتر يا استاذ ايمن لو سمحت. حضرتك ماسك الشات من عند حضرتك وبلغهم يا فندم بالكتابه، انا دونت لهم ان احنا عايزين نعمل لهم يكتبوا لنا الاسم ثلاثي. يعني انا عاوز اعمل الاسم ثلاثي لان حابب ان شاء الله الاسبوع القادم مع بدايه المراجعه النهائيه ان اعرض في شرائح كده جميله اسماء طلابنا على منصه البث المباشر الذين يتابعون العمل والذين لديهم تفاعل اقوى. من فضلك اتمنى يكونوا سامعيني ودون الامر كملاحظه مهمه ليهم. السؤال الاول، من العوامل التي يتوقف عليها اختيار نظام الحكم؟ عندي تقريبا الصوت منقطع عند مستر ايمن تماما، ممكن يكون هو سامعني كويس لكن انا وانتم مش سامعينه خالص. من العوامل التي يتوقف عليها اختيار نظام الحكم، حط دايره على كلمه اختيار نظام الحكم في دوله اخرى، في دوله عن دوله ثانيه، لان احنا متفقين ان كل دوله لها نظامها. هل الاختلاف الديني؟ هل التشابه الثقافي؟ هل الانسجام الحضاري؟ هل التباين الجغرافي؟ واضح انا مش عاوز اجابات الا من حضراتكم على الشات يا اولاد. واكتب اسمك ثلاثي، احنا بنفتخر بيكم جدا. اكرر السؤال، من العوامل التي يتوقف عليها اختيار نظام الحكم؟ يبقى انا وانا بقرا السؤال كل سؤال له بدايه وله نهاية. من محصلة القراءة الجيدة الوصلات العصبية في المخ بتشتغل بتوصلني إلى الإجابة بعد استبعاد بعض الجمل لما أحلل العنوان اللي قدامي. مستر عزيز، أيوة سامح حضرتك، اتفضل يا مستر أيمن. أماني جيرجس بتطلب من حضرتك، ما هي الدول الإقيانوسية؟ أهلا وسهلا أنسة أماني. الإقيانوسة ده لفظ يطلق على أقصى جنوب شرق القارات وهي أستراليا ومجموعة جزر نيوزيلندا. طلب من ابنك سيف الدين بيقول لك يا مستر عايزين حصة متخصصة للعلاقات وأوجه التشابه والأسئلة الصعبة أرجوكم وشكرا على مجهودكم. طب تسمح لي أرد عليه مستر عزيز؟ اتفضل. طيب بص يا يعني حبيبي، أبنائنا الأعزاء، قول العلاقات والتشابه ده يعني ده ولد رائع، ده بيفكر بتفكير زملاء العمل المدرسين، ده ما شاء الله عليه. تمام، فإن شاء الله تابعنا الأسبوع اللي جاي وحضرتك هتستمتع بحصة مراجعة مميزة على أو حصتين مراجعة مميزين جدا على الوحدة
الاولى، لان حضرتك يعني احنا بنقول ايه، بعد ثمره المجهود اللي احنا اشتغلناه الفتره اللي فاتت دي كلها هيظهر معانا ومع تفاعلكم. وزي ما قال مستر عزيز عاوزين الاسماء بعد كده لما نقول اسماء كده ايه ثلاثيه، عشان هنعمل لكم شريحه هتفضل موجوده معاكم، هتنزل حتى الحصه دي بتلاقيها على اليوتيوب الخاص بمنصه البث المباشر على صفحه الوزاره، فطبعا ده هيبقى حاجه مميزه ليكم ولادنا الاعزاء. فطبعا كتفاعل وكاسئله هتتابعنا ان شاء الله الحصه اللي جايه هتشوف فيها التميز كله. طب يا مستر عزيز بعد اذنك قبل ما وقتنا ينتهي، عاوز حضرتك هات لي الشريحه اللي فيها مراحل اجراء الانتخابات بعد اذنك. تمام، نرجع ماشي، نرجع كمان واحده. تمام، بصوا معايا عاوزين قلنا النظام الانتخابي زي ما قال لكم مستر عزيز هي مجموعه من القواعد والاسس التي تقوم عليها عمليه الانتخابات، والانتخاب هنا بمعنى الاختيار او عمليه الانتخاب واختيار الافراد الممثلين. طيب تعالوا نقول واحد الترشيح، عاوز مستر عزيز بعد اذنك ايوه هتميز لي كل واحده. واحد تقسيم الدوائر الانتخابيه. تمام، اثنين الترشيح، ثلاثة إجراء الانتخابات. اثنين الترشيح، تمام مستر عزيز على طول راح نغير معانا، لا غير اللون ده خلاص عشان هيخفيها لأبنائنا. تمام، فنسيب الترشيح زي ما هي ونعمل إجراء الانتخابات بلون تاني. تمام، إجراء الانتخابات يبقى الترشيح واضحة اللي هي بلونها، إجراء الانتخابات. تمام، فرز الأصوات أو أصوات الناخبين، تحديد الفائزين. احنا شفنا الصوره اللي قدامنا، الصوره اللي قدامنا اللي في الشريحه نفسها هي عمليه الاجراء، يعني بدون قصد مستر عزيز بيشاور على اجراء الانتخابات، فالصوره اللي قدامنا في الشريحه نفسها هي عمليه اجراء الانتخابات. طيب ركز معايا حضرتك انت اهو، وده هنشوفه دلوقتي انا ومستر عزيز في مجموعه الاسئله. يبقى مستر عزيز هيكتب لي 1 2 3 4 5، انا معايا كف ايد اهو، ادي 1 ادي 2 ادي 3 تمام ادي 4 ادي 5. طيب ركز معايا كويس جدا، هنا ممكن يجي لي صوره زي اللي عرضها على من شويه، الصوره قد يكون امام مدرسه من المدارس وفي صفين كده واقفين وفي مثلا ضابط شرطه وضابط بوليس بينظم عمليه الايه الدخول، ده على طول هيقول عليها عمليه الاجراء. فممكن حضرتك يروح عامل معاك ايه بقى، يقول لك الصوره التي امامك تسبق عمليه نقط. خليك معايا كويس، يعني مش شرط يكون الصوره معبره، هو خلينا نبقى واضحين في الايه في جذر السؤال. يعني مستر عزيز بيقول لي دايما اقرا السؤال بسن القلم، يعني انا بقول لك الصوره فكله هيجري يقول لك اجراء الانتخابات، انا مش مثلا اقول لك ايه، انا مش عارضك انها فعلا هي اجراء الانتخابات، بس يقول لي تسبق عمليه نقط او تالي عمليه نقط. نركز كده شويه مع بعض ابنائنا الغاليين تاني، يعني مستر عزيز بياكد عليها النقطه دي قوي 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 قوي، ان انا ممكن اجيب الصوره فدايما المدرس يقول لك محفظك مجموعه صور، خريطه وتقسيم يبقى ديت دوائر، طبعا واحد واقف بيقدم ملف كده قدام قاضي يبقى ديت عمليه الترشيح، في صفين واقفين داخلين ينتخبهم، او الصوره اللي امامك شاور على الصوره يا مستر عزيز، او الصوره اللي امامك هي عمليه اجراء الانتخابات. طيب الصورة الثانية للناس اللي هي بتعد معانا ورق الانتخابات، طيب برضو بعد كده تحديد الفائزين، فهنا ممكن اجيب لك الصورة وما بيبقاش بيها القصد المرحلة نفسها، يعني ما يبقاش هنا مقصود بيها مرحلة اجراء الانتخابات، ده انا ممكن اقول لك ايه؟ الصورة التي امامك تسبق عملية نقط، تمام؟ يبقى لو دي اجراء الانتخابات يبقى الاجابة هتكون فرز الاصوات. زي دي مثلا، دي عملية انتخاب، طيب هنشوف الصورة اللي بعدها اللي مستر عزيز جايبها لنا برضو اللي هي الصورة، ده على طول بيجري، شوف مستر عزيز ذكي جدا معانا، الصورة اللي هي عملية الفرز، خلاص الناس بتبدأ عملية الفرز اهي، طيب لاحظ معايا أنا عندي خمس مراحل، الخمس مراحل دول، العملية الأولى أو المرحلة الأولى وهي تقسيم دوائر، طبعًا ودي بتعتمد زي ما قلنا في الجغرافيا السياسية على عدة مقومات، طبعًا بعد جغرافي، بعد اقتصادي، بعد ديموغرافي، مجموعة من الأبعاد زي ما وضحها لكم مستر عزيز. طيب المرحلة الثانية وهي مرحلة الترشيح للانتخابات، الناس اللي شايفة نفسها أقدر بالترشيح تبدأ عملية الترشيح، مرحلة ثالثة وهي مرحلة إجراء الانتخاب، مرحلة رابعة وهي الصورة اللي قدامنا ديت اللي هي مرحلة فرز الأصوات، ثم مرحلة إعلان الفائزين أو إعلان النتائج. فإذا هنا بنقول إيه؟ نخلي معانا أفكارنا واحدة واحدة. طيب مستر عزيز برضه في سؤال فيه أو في يعني زي ما أقول كده رجاء على الشات بيقول لك يا مستر أنا مش باخد درس جغرافيا وعاوز أراجع اللي فاتني أعمل إيه؟
ارجع حضرتك لمنصة البث المباشر هتلاقي جدول الحصص السابقة موجودة، ممكن تدخل عليها وتحضر الحصة. النقطة الثانية هتلاقي حضرتك على الصفحة الخاصة باليوتيوب الخاص بمنصة البث المباشر حصص للجغرافيا بداية من الحصة يعني الحصة الأولى، وطبعا دي إن شاء الله بتنزل تباعا حتى الحصة اللي احنا فيها الأخيرة اللي هي في الوحدة الأولى. طيب سؤال تاني خاص بالصورة اللي قدامي مقصودة، يعني هي مش مقصودة والله. في بنت بتقول لي يا مستر أنا مش عارفة أفتح الامتحان إزاي. شايفين الصورة اللي قدامكم واقف عليها مستر عزيز، كل ما هو مطلوب منك إنك بتحمل على الموبايل بتاعك برنامج كيو آر كود، تمام؟ الصورة واضحة، شاور يا مستر على شكل البرنامج، تمام؟ بنحمل برنامج كيو آر كود، بتوجه البرنامج بتاعك على الصورة اللي قدامك دي، الصورة اللي في نص الشريحة، تمام؟ دايرة عليها كده كبيرة يا مستر عزيز بعد إذنك، دايرة كبيرة عليها كده. طيب الكيو آر كود بتاع الامتحان نفسه خد لي دايرة كبيرة عليها، ده البرنامج، تمام؟ طب هتوجه حضرتك على الكيو آر كود، هيطلع معاك لينك، اللينك هيطلع بنفس الكتابة اللي مكتوبة على إيدك اليمين. اللينك اللي هيطلع لحضرتك بنفس الكتابه اللي على ايدك اليمين، انت ممكن تبعته لزميلك اللي ما عندوش كيو ار كود، لانه بيجي لك ايه اختيارين على طول، اختيار فتح واختيار ارسال. فانت بتفتح الامتحان معاك، وطبعا مستر عايز اعمله لنا مفتوح والامتحان برضو اللي فات، وان شاء الله حتى هناك الوحده النهائيه ان شاء الله الامتحان المراجعه برضو هيكون بنفس الطريقه، يعني انت ممكن تدخل وتجرب نفسك مره واثنين وثلاثه، فبتبدا حضرتك تتعلم معايا. طيب يا مستر انا عاوز حضرتك تجاوبني على السؤال ده، شوفوا احنا هنرد على كل كلمه موجوده، يعني سؤالين ورا بعض بنفس المطلوب، يعني رنين منصور وعبد الرحمن بيقول لي ما المقصود بالتباين الجغرافي؟ التباين الجغرافي مستر عايز يوضحها في كلامه وانا وضحتها برضه لحضرتكم اكتر من مره. تباين جغرافي بمعنى ايه؟ التباين الجغرافي انا عندي، طب تعالوا نفتكر مع بعض لما كنا طلبه في الابتدائيه وكان عندنا ايه؟ بيئات. ما هي البيئات تباين جغرافي، يعني انت عندك في بيئه زراعيه، تمام؟ وفي بيئه صحراويه، وفي بيئه صناعيه، وفي بيئه ساحليه. التباين الجغرافي هنا كلمه كبيره وكلمه مفتوحه. تباين جغرافي في الايه؟ المقاومات الطبيعيه اللي موجوده. تباين، ما هو خلي بالك من حاجه، ما هو الديموغرافيا جزء من الجغرافيا، يعني التباين الجغرافي تباين السكان نفسهم. إذا مصطلح التباين الجغرافي مصطلح واسع. التباين هنا التباين في إيه؟ التباين في فكرة الموقع، أو التباين في المناخ، في كل أشكال الجغرافيا اللي أنت بتدرسها في تباين. طيب ما المقصود بالانسجام الحضاري؟ الانسجام الحضاري ممكن أقولها لك بطريقة تانية، الانصهار الحضاري، إن إحنا نبقى واحد، إن إحنا مفيش فروق، إن الدولة، وخلي بالك دي موجودة في السهول، دي موجودة في الدول المندمجة، يعني إحنا هنا بنعمل عملية ربط وإن شاء الله هنشوف ده كله مع بعض بإذن الله في الحصص القادمة. يعني طبعا ردنا كده إحنا عشان ما حدش يقول لي إحنا ما بنردش على حد، لا إحنا بنرد على كل سؤال موجود. طيب كمان الانسجام الحضاري قلنا. النقطة اللي بعدها إسراء بتقول لي لما بدخل الامتحان بيقول لي غير متاح، لا طبعا إن شاء الله هيكون متاح حضرتك، احنا كنا قاصدين إن هو يبقى متاح في نهاية الحصة، لأن برضو في يعني طبعا أرجو الرد ضروري، اسم مش واضح معانا مين، تمام؟ بيقول لنا الامتحان إن شاء الله احنا كنا قاصدين إن احنا نحطه في نهاية الحصة، فإن شاء الله يكون متاح مع حضرتك مع نهاية الحصة الإيه الحالية. اتفضل يا مستر عزيز. كل الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا، شكرا يا مستر أيمن، حصة ممتعة رائعة. بنهاية هذه الحلقة نكون انتهينا تماما من الدرس الرابع، النظام السياسي والانتخابي في الدولة. وزي ما أكد زميل الفاضل مستر أيمن، حضرتك هتحمل برنامج الكيو آر كود من على تليفون حضرتك، هو برنامج مجاني، وهتفتح البرنامج شاشة التليفون على المربع الموجود قدام حضرتك ده، اعملوا سكرين شوت اولاد بالورقة دلوقتي. هتاخد امتحان، واعتقد الامتحان في ناس كتير دلوقتي حالا، لان انا فاتح الجهاز الثاني وما شاء الله ده احنا بنشتغل يا مستر ايمن، في ناس حلت، يعني الناس شغالة معانا على طول. ده شيء جميل طبعا. تمام. انا بشكركم شكرا جزيلا وكامل الشكر والتقدير مع السيد المستشار وفريق العمل الداعم لنا في المراجعة العلمية، وفريق العمل في اللجنة الإلكترونية الداعم والعمل لنا في الجانب الفني.
شكرا لزميلي الخلوق مستر أيمن، انتظرونا بكل قوة في أقوى مراجعة للوحدة الأولى إن شاء الله الأسبوع القادم. الطالب الخلوق اللي طلب على الشات، هو طلب يا مستر أيمن، قال عاوز اجمعوا لي المتشابهات. حاضر تمام إن شاء حاضر، الله. نعمل لك شات. الاختلافات والمتشابهات بإذن الله يكون عندنا. يعني احنا هنقسم الحصة إن شاء الله المرة الجاية عن شق، هنديكم فيه الأفكار الأساسية، والشق الثاني هنبدأ نحل فيه. يعني هنبدأ نلم لكم الوحدة كلها على هيئة أفكار في حصة، والحصة الثانية بإذن الله يعني عاوزينكم إن شاء الله انتظرونا كلنا كلكم كده الحصة الجاية، عاوزينكم كلكم تبقوا متجمعين ان شاء الله الاسبوع اللي جاي، وتبلغوا زمايلكم ان باذن الله الحصه اللي جايه هتكون حصه قويه جدا في الوحده الاولى ومراجعه الوحده الاولى باذن الله. شكرا مستر عزيز، وبعتذر النهارده للعطل الفني اللي اخرني على حضرتك. لا يا فندم، تمام. كامل الشكر والتقدير الإدارة العامة للتعليم الإلكتروني، كل الشكر والتقدير لحضراتكم جميعا. نراكم على كل خير إن شاء الله الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.